هدوا اعصابكم هدوا اعصابكم. انا اسف والله يا جماعه، لو تعرفوا انا ليش قطعت حتقولوا انت اصلا كيف رجعت، مو بليش قطعت، صارت معاي اشياء مره كثيره، كل هذه الاشياء انا حتكلم عليها في نهايه المقطع. يلا يا جماعه خليكم مع المقطع. يوم طيب يا جو، خلاص الحين الدبابات بيمر، الحين بديت انا اصور الدبابات بيمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم مره ثانيه في مقطع جديد وتجربه جديده. مع مين التجربه؟ مع لايكا. مين لايكا؟ لايكا طبعا كلبة احمد اللي سوينا معاها تجارب كثيره فاشله. طبعا جربنا الناس خلي يمروا الناس يا عم، احنا مالنا. الله يقرفك يا شيخ، الله يقرفك. لا ليه؟ طيب يا جماعة، لايكا سوينا معاه تجارب كثيرة باءت كلها بالفشل. الشخص هذا غرق قبل كذا، سوينا تجربة انه احمد يغرق، نشوف ردة فعلها، ما سوى شيء، سحبت عليه خلته يغرق. سوينا تجربة ثانية على اساس اني انا بعتدي على احمد وشوف هل بتدافع عليه ولا لا، سحبت عليه. انت صديقي لايكا، تعرف انك انت صديقي. لا لا يا شيخ سحبت، وليش ما ساعدتك وانت غرقان؟ احمد دايما يعطي اعذار، معليش شوي عشان يحب الكلبة حقته فدايما يعطيها اعذار. التجارب هذه مرت عليها كثير، فاليوم قال لي خلاص لايكا تدربت، صاروا متعرفين على بعض اكثر، الحين متقربين اكثر، ودربها اكثر صارت ذكيه. كيف انه لايكا في مرتين في مقطعين يطلع شكلها سيء، فهو يبغى يعوض. فانا جتني فكره، الفكره هذه بسيطه، لو نجحت في الاختبار هذا هو عنده مجموعه حركات بيسويها مع لايكا ونشوف هل بتسمع كلام ولا. الفكره يا جماعه في كلب ثاني يشبه لايكا كثير، الكلب هذا اسمه روك. فروك هذا الحين احنا بنجيبه الحين، طبعا احنا لسه لايكا هي فوق للحين مخبينها، فاحنا هنجيب روك هذا. هيجي احمد كذا قاعد يمسح عليه وكذا ويحضنه، عرفتوا كيف؟ على اساس انه يحب روك وكذا قاعد يمسح عليه. بروح نجيب ايش؟ نجيب لايكا، طبعا هو بيكون بعيد شوي علينا، بعدين احنا ناخذ لايكا ونشوف رده فعلها. انا طبعا باخذ هذه الكاميرا بصور رده فعل لايكا، يعني بقعد بمشي وراه كذا الين ما نوصل عند احمد، شوف عاد المنظر ونشوف ايش حيكون رده فعله وايش حتسوي. اذا عجبتكم ادعموا المقطع هذا باللايك، خلينا نوصل كم؟ 100,000 لايك. 100,000 لايك يلا، علشان لايكا وصلوا هذا المقطع 100,000 لايك. يلا يا جماعه ليتس جو. اوكي يا جماعه، هذا طبعا روك. هلا روك. يا ساتر، ايوه كذا نبغى العلاقة الحب زي هذا اللي ابغاكم تسووه قدام لايكا، ايوه زي كذا. فجأة تكون لايكا جد كذا ونشوف ردة فعلها. لايكا حتعصب متأكد. خلينا الحين اروح نستقبل لايكا ونيجي بيها هنا مشان. اوكي محمد قاعد يجهز لايكا، مع احمد في اخر الشارع هو وروك. اوكي اوكي بسم الله. هلا 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 بلايكا، هلا هلا بمحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوكي توكلنا على الله، يلا مشان. لايكا يا لايكا، والله حتشوفي مشهد الحين يا لايكا، ما ادري كيف حتكون ردة فعلك. شوف معصبة لايكا من الحين. طيب هدي اعصابك شوي، هدي مو بالحين عاد. والله يا لايكا لو ما سويتي ردة فعل هذه المرة معليش معليش خلاص يعني. معليش يا جماعة استسمعكم في دقيقة بس، بداية 2020 احنا كيوتيوبرز هناكل عسل، اتوقع الامور حتكون سيئة معليش. طيب يا جماعة، فهي على السريع، برنامج اسمه نوكس سكيورتي، قد تكلمت عليه قبل كذا واتكلم عليه مرة ثانية لانه برنامج مرة ممتاز. البرنامج هذا مفيد جدا للجوالات اللي تعلق كثير، يعني جهالاق الجوالات اللي جهة فيروسات، الجوالات اللي تسخن بسرعة بسبة الألعاب. إذا أنت يعني تستعمل ألعاب كثيرة، عندك تطبيقات كثيرة، فجوالك يكون عليه فيروسات أو يسخن بسرعة أو يعلق، البرنامج هذا مرة مفيد. بكبسة زر بتسوي سكان تشيل الفيروسات، كبسة زر تخفض درجة حرارة الجوال. في مميزات كثيرة في التطبيق هذا بالنسبة للناس اللي تلعب ألعاب كثيرة، تقدر تختار لعبة معينة وتخلي سرعة اللعبة هذه تكون أسرع، ما تخلي الجوال يعلق واللاق والأشياء هذه. البرنامج بطل، إذا عجبكم يعني تعرفوا إيش تسووا، في تحت رابط أو الرابط، نزلوا البرنامج وجربوه بيعجبكم إن شاء الله، وقيموه إذا عجبكم. فبس يلا نخليكم الحين كملوا التجربة، شوفوا هل ترى تنجح ولا. شوف لايكا معصب يا شيخ، ايش فيها كذا اجريسيف؟ طبعا لايكا اذا شافت قطوه يا ويلها، بس ما شاء الله تبارك الله حجمها يعني كبر اكثر. هد هد يا جماعه، لايكا لايكا خلاص، ايه ما نبغى. هد يا لايكا خلاص. اوكي يا جماعه قربنا لاحمد، احمد في اخر الشارع هناك. لسه لايكا ما لاحظت شيء، اتوقع بدات تلاحظ. شوفوا هناك احمد طبعا يقرب نار الغيره. شوف والله يا لايكا بتشوفي مشهد. ايوه ايوه بدات تلاحظ. ايوه خلاص شوف 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 ثانيه، خلي اصبر. يا ساتر لاحظت يا جماعه، يا ساتر. افا 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 افا، لا والله شكله عصب. ايه هدوا يا جماعه، هدوا اعصابكم خلاص خلاص خلاص، فكوا خلاص يا جماعه، فكوا فكوا فكوا. ها كيف التجربة؟ أحس إنها نجحت. لا أنت نجحت. جماعة اكتبوا لنا في التعليقات. الحين أحمد بيسوي معاه مجموعة حركات عشان يورينا كيف لايكا تسمع الكلام كذا، يعني في مجموعة حركات أبغى يسويها مع لايكا، فخلينا نشوف. أحمد جاهز؟ ابدأ يلا. شوف لايكا تسمع الكلام ولا؟
اوكي جلست. ايوه ليكا ابوه. تك تك. حلوه حلوه حلوه. شفتوا يا جماعه نعيدها؟ تقدر تعيدها مره ثانيه؟ يا ساتر. اوه شف. لا لا والله متدربه صح. خلاص ليكا كذا عوضت على المقاطع اللي فات وعوضت. تقدر تعيدها مره ثانيه الحركات اللي سويتها الحين؟ اوكي جرب. يلا خلينا نجرب. اجلس. ايوه شوف جلس ما شاء الله. سلم سلم. وش كفك صاحي ما شاء الله. ابوا ابوا يعني تنبح يا ان شاء الله. ترى بجرب انا. ليكا ابوا. والله سحبت علي. ليكا ابوا. شفتوا كيف؟ الا وانت قل له قل له انت. ليكا ابوا. اسي ابوا. لا والله تسمع الكلام. ايش رايك في لايكا؟ لا لا تغيرت. تغيرت كثير لايكا. قولوا لي في التعليقات تحت ايش رايكم في لايكا. اكتبوا لنا ايش رايكم. نجحت لايكا هذه المره وصلوها 100,000 لايك عشان نسوي لكم افكار اكثر مع لايكا. 24 hours later. طبعا يا شباب جينا هنا حارتنا اليوم. طبعا في حملة تنظيف في كل البلد في تونس كلها كل الحواري ما شاء الله. الشباب زي ما تشوفوا يعني حملة التنظيف. حتى في عيال صغار هناك بدينا نجيبهم وقاعدين يلعبوا. تذكرون بها اللي كان معانا في تحدي 20,000 بها؟ دعمونا 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 بنقطتين. ترى مو بس هنا حتى الشارع كله يعني حتى تحت ما شاء الله. كويس شباب كويس شباب. زي ما تشوفوا يا ريت هذا الشيء ينتشر اكثر ونصير نسوي دائما هذا الشيء. يلا جماعه خلينا نشتغل زي الشباب. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself or I could be someone else. No one stop. واه تنظف كلها. الشارع كله نبغاه كذا يلمع. حلو حلو. هيا هلا يا صور. هلا السلام عليكم علي. خلاص خلصنا تنظيف. الوقت اللي راح كله جلسنا ننظف كلنا تعبنا. فالحين بنروح انا واحمد نكافئ نفسنا باحلى شيء احنا نحبه اللي هي اكله اسمها الهريسه او اللبلابي. اوريكم اياها. وريتها لكم قبل كذا بس نوريها مره ثانيه. يلا مشينا. معدات لسه المعدات في الشارع. وصلنا للمكان. يلا هلا والله. نبغى هريسه. احلى هريسه تلاقوها هنا. يعني زي الشطة وهذه زيت الزيتون وهذا توقع كمون. نرجع نطلع الحرارة بس تجهز بسرعة زي ما شفت. شكرا. كله عليك الحين. تخلطها شوي كذا بس كذا تمام. الحين نجيب الخبز وناكل. اوه اوكي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نسيت كل شيء يا جماعة. لا 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 اوكي نتذكر. ايه طيب انا ليش قطعت؟ الله قصة طويلة برضو ما ابغى ادخل في تفاصيل. وكنتوا تتابعوني في الانستغرام كل يعني تعرفوا كل شيء. الناس اللي تتابعني عارفين كل شيء. هذا الانستغرام. اذا تبغى تعرف التفاصيل والاشياء هذه كلها تعال هنا. يعني انا تكلمت عن المشكلة هذه قبل ما اتكلم عليها هنا. طيب يا جماعة انا ليش قطعت؟ في شيئين خلوني اقطع. الشيء الاول اني جاني مرض فانا وعفاكم الله. يعني مرض عادي ولكن المرض هذا تعبني كثير. زكام والاشياء هذه والم في الحنجرة ودرجة الحرارة مرتفعة والاشياء هذه. ولكن جتني بشده او بقوه. رحت المستشفى اباري ادويه. اخذت كميه ادويه يا جماعه يا شيخ ولا في حياتي اخذت هذه الكميه. حتى يوم عيد ميلادي اللي هو 28 اكتوبر كنت في السرير حرفيا ما سويت شيء كذا بالسرير كذا مريض للاسف. فالحمد لله الله شفاني فانا صرت كويس خلاص انا اموري طيبه. ففجاه يدقوا علي بالجوال. تخيلوا ايش قالوا لي. قال لي واحد انت ايش سويت؟ قلت له كيف ايش سويت؟ ما سويت شيء. قال لي انت عليك حكم سجن 6 شهور 6 اشهر سجن. ايش نعم تستهبل انت؟ والله انت عليك حكم 6 شهور. فايش ايش سالفه؟ فرحت انا المحكمه قلت هذه اكيد في غلطه. فرحت المحكمه كذا واسال ولا صدق علي حكم 6 اشهر. اكيد تسالوا ايش السالفه وايش التهمه والاشياء هذه. السالفه يا جماعه الخير طويله شوي فانا ما ابغى ادخل في تفاصيل كثيره لانه في اشياء بتصير في المستقبل وما ابغى اتكلم عليها كثير في اليوتيوب. ما اقدر اتكلم عليها الحين ممكن في المستقبل.
المستقبل. ولكن انا اقول لكم القصه باختصار. في شخص انا اعطيته فلوس، حلو، طبعا هو صارت معاه مشكله، فانا من باب انه كنا اصدقاء وهذا الشخص تعرفت عليه فتره كذا قصيره، بس درست تعلمت اني ما اوثق في الناس كذا بسرعه. بس انا للاسف هذه طبعا القصه هذه قديمه في 2017، فتعرفت على هذا الشخص صارت له مشكله، فانا اعطيته فلوس على اساس بيرجع الفلوس هذه، فمر فتره طويله وما رجع الفلوس. فلما بديت اقول له يعني ممكن ترجع الفلوس، فبدت عمليه المماطله الين ما قال لي ما حرجع لك فلوسك كذا، يعني بجاحه كذا، انا ما حرجع لك فلوسك. قلت للشخص هذا ترى بشتكي عليك اذا انت ما حترجع الفلوس، فهو طبعا ما اهتم. انا خلاص نسيت السالفه وسحبت، قلت خلاص يعني بلازم. فهو ايش راح سوى يا جماعه؟ ما ادري ايش اقول لكم، حتنقهرون يعني اذا اقول لكم ايش سوى. ما توقعت ان في ناس، في بشر في الدنيا هذه توصل بيهم الدناءه والمعليش في الكلمه الحقاره لهذه الدرجه. تخيل انا اكون ظالم انسان، انا ظلمت هذا الشخص وسوي له قصه عشان اسجنه بعد، تخيل يعني ايش الحقاره هذه. راح ايش سوى الشخص هذا؟ عنده اخوه كان عمره 17 سنه، كان قريب اخوه لل 18، عشان عنده مواصلات في المستشفى، فراحوا ايش فبركوا ورقه، كتبوا لاخوه اجازه كذا 10 ايام انه على اساس انه اخوه جاته اصابات كذا وانضرب. فراحوا ايش جاء اخذوا هذه الورقه الوحيده بس، وراحوا قدموا شكوى اني انا اعتديت على اخوه، فاتهموني بتهمه عنف شديد. تخيلوا عنف شديد، نعم يا ساده عنف شديد. انت طبعا لما تشتكي بشخص يتم استدعاء المتهم، صح ولا لا؟ تم استدعائي. لكن المشكله انه لما تم استدعائي رسلوه العنوان غلط، عنوان انا ما اعيش فيه اصلا. وشيء ثاني، انا ما كنت موجود، انا طبعا كنت وقتها في كندا. اذا انت يرسلوا لك استدعاء وانت ما تكون موجود يعطوك وقت معين، كذا ما جيت خلاص هذا الشخص ما جاء، فايش القاضي يحكم على القضيه من طرف واحد بس، خلاص انا ما عندي الطرف الثاني، فخلاص انا كذا عندي قصه واحده حسمع القصه هذه لانه الشخص الثاني ما جاء. فبس القاضي يعني ما لومه طبعا، اشتغل شغله، فتم الحكم عليه غيابي 6 أشهر سجن. بس طبعا اطمنكم يا جماعه كل شيء الحين الحمد لله. الاربعاء اللي فات كانت المحكمه، هذا ليش اقول لكم تابعوني في الانستغرام لاني تكلمت على كل شيء وصورت قبل ما اروح للمحكمه بالضبط. كلمت المحامي حقي قال لي الامور طيبه ما عليك، السالفه بسيطه. وبس رحنا المحكمه وعطينا احنا قصتنا وعطينا الادله وعطينا الاوراق وكل شيء، وبس وحكموا عليه الحمد لله براءه والامور خلاص طيبه، خلاص هذه السالفه انتهت. ولكن انا بصراحه حسيت بظلم شديد جدا من طرف هذا الشخص، يعني ما يكفي ان انا ساعدته وغير كذا انه ما يرجع لي الفلوس وغير كذا يحاول يدخلني سجن، يعني قمه ال... انا اسف الكلمه بس قمه القذاره. هذا الشخص انا ابغى اعطيه درس في الحياه، باذن الله كل هذا بيتم بالقانون. خلاص كذا يا جماعه ما ابغى اتكلم اكثر. فهي يا جماعه هذا ليش انا قطعت تقريبا شهر من اليوتيوب، فانا اعتذر معليش انا اسف. ابغى افرحكم قبل ما انهي المقطع، وصلوا المقطع هذا 100,000 لايك، اثبتوا ان احنا رجعنا واحنا لسه موجودين. بشركم ان تحدي 20,000 الموسم الثاني حيرجع عن قريب عن قريب. فهي بس هذه المره حيكون تحدي 10,000 مو ب 20,000، مو كل شوي حنعطي 20,000 ريال كثير، هذه المره حيكون تحدي 10,000 ريال. حتتونسوا يا جماعه، حتعجبكم التحديات. شكرا لكم، كان معكم علي، في امان الله، السلام عليكم.